يا قلبة دي جاتلي باسمي، وانا بلاقي دايما الفلوجرز بيفتحوا الحاجات اللي بتجيلهم دايما وكده، فقلت خلاص لا انا هبتدي بقى، بدل ما كل شوية اقعد اصور صورة على الانستجرام ولا بتاع واحط صورة للناس اللي بتبعتلي حاجة، لا انا افتحها معاكم هنا. على فكرة دي مراتي اللي جايبالي السكينة دي، عشان دايما عارفة ان يعني مقدرة قيمة ان الراجل دايما لازم يبقى معاه عدة كده معينة ما يمشيش من غيرها. اوف الحاجات دي يا جماعة جالي من عند بول، وطبعا الشركة اللي اسمها كاروسيل هي المسؤولة عن الحاجات الساعة دايما اللي بتتعمل في البلد، كيك بسكوت هاكله كله بكره بقى، معلش دايت مش دايت معلش فيه منا، جهزي نفسك بكره نتخن 3 4 كيلو على الاقل. المهم النهارده انا رايح احضر ايفنت كده، تعالوا كده نروح نشوف ايه النظام. يا جوني يا حبيبي انا في حاجه في الحي العاشر؟ اه يعني ده معناها ايه، قربت ولا لسه؟ ده خلاص كده قربت. طب خلاص ماشي، انا عامة هستناك قدام كايرو فيستيفال الناحية التانية. انا عامة انا مركب العربية اللي هتنزلني كايرو فيستيفال، معلش ماشي. لا مش معلش يا عم، خد وقتك، هحط بنزين وكده عقبال ما تيجي. حط يا باشا، سلام سلام. خلينا احنا نخرج يعني الخروجه الثانيه ليه يا معلم، من ساقيه الصاوي هنروح نتفرج على بطوله كمال اجسام. اهداف مختلفه طبعا. يا جماعه ده جوني يا جماعه، صاحبي ومن اعز اصحابي في الـ في الـ في الشغل، دايما بنروح مع بعض شويه ايفنتس كده اللي هي تبقى مختلفه شويه. كان ممكن حد تاني يجي معانا الشغل ولا مش عارف، كرم ممكن كرم صح. وعلى فكره عمر كان ممكن يجي يعني برضه. ايوه طب احنا عامه هنروح نشوف بس هاليركن وكده، وبعدين نوصل اللي هو ما اعرفش المصري اسمه اللي هو ده ماركيز اظن، ونشوفكم هناك بقى. ولكن يا عم سيب 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 الموبايل ده، احنا عايزين لازم نسجل اللحظه اللي احنا بنتكلم. بصراحة أنا مبسوط جدا باللحظة يعني. إيه ده أنا أكتر والله. الباك ستيج وبتاع إيه عايز إيه أقول لك؟ أصور لك؟ أصور ثلاثة كليبس، عايز أصور كمان. هو ده الراجل، الراجل اللي مظبطنا التظبيطة الرهيبة دي يا جماعة. أكرم. ده الكبير بتاع مسرح ماركيز. بس هو مش صاحبي، انا اعرفه بس هو احنا مش اصحاب، بس نعرف بعض. اوكي معلش ممكن تقول للناس اسمك بالظبط؟ انا اسمي بكري خالد يا جماعه، دلوقتي البرنامج ده شو الموسم الثالث وانا المذيع، بس ده اللي انا عارفه. فاهم ازاي حضرتك؟ متوتر. محمد شعراوي. انا اصلا متوتر جدا يا جماعه الصراحه والله. على فكره الكاميرا دي بتوتر اكتر من كاميرا الملك. هم مختارين ما شاء الله يعني، الناس كلها اجسام بنت لذينة، انا مختارين واحد فاهم ازاي ضيف احمد يقدم الحفله. بس انت الكاريزما بتاعتك تكسبهم طبعا. الكاريزما دي مش عليا عند حد والله، انت مالك؟ ايوه لازم في المنطقه اسمي بكري كاريزما. حبيبي سعيد قوي، ان شاء الله اشوفك تاني اصلا، ونطلع في فيديو اصلا مع بعض كمان. ميرسي يا جماعه، تابعوا محمد شعراوي دايما، تابعوا عاملين له فولو اصلا. شرفت اني شفتك يا بكري والله العظيم، شرفت لي وانا كمان.
مبسوط يا جوني؟ جدا. اظن هنقفل الفيديو على كده عشان الشمس هتنزل. شكرا جوني، انت كنت معايا في الفيديو النهارده. وطبعا يعني اتمنى تكون عجبكم الفيديو النهارده وتسخنكم ان انتوا تعملوا شويه فورم. انا ناوي اعمل فورم وخلاص. سلام.